كتير كتير باخد عهود على نفسي، وكتير بتكلم معاه وأقول له يا رب دي آخر مرة، آخر مرة ومش هعمل مرة كده تاني، لكن أوعدك إن هي دي المرة اللي هغلط فيها وبعد كده أرجع لك، وبقى أنا من جوه عايز إن أنا أغلط. إنسان مش تايب، وعلشان هو مش تايب كل شوية يتكلم مع ربنا ويقول له آسف 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 آسف، لكن يبتدي الرب يتعامل مع كل واحد بطريقة مختلفة عن التاني. أحياناً لما يلاقي عندي ميل للخطية يبتدي الرب يعمل قرصة صغيرة، ولما مع القرصات أبتدي أتراجع وأبتدي أخد خطوة جديدة، ولما أخد الخطوة الجديدة أجي لما أدي عهد أكون على قد الإيه؟ على قد العهد، وأقول له آسف يا رب، آسف المرة دي فعلاً بقولها بجد، آسف ولو كان الطيار جامد قوي عليا أنا بقول لك كده أنا هكون ضد الإيه؟ ضد الطيار، وهمسك في إيدك واخد الخطوة الأولى والتانية والتالتة، ولو وقعت أنت هتسندني وتسند عليك لأنك أنت إلهي.